خلونا نروح لمبادرة صوتك مسموع. النهاردة اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية أطلق مبادرة جديدة تحت عنوان صوتك مسموع، واللي بيرعاها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ده للتأكيد على خدمة المواطن في كافة محافظات الجمهورية اللي بتأتي على رأس أولويات الحكومة والوزارة خلال الفترة الحالية، وده تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي للحكومة بتفعيل كافة آليات التواصل مع المواطنين في المحافظات والاستماع لمشكلاتهم ومطالبهم وسرعة الرد عليها وحلها، بما يحقق رضا المواطنين عن كافة الخدمات المقدمة إليهم. معانا دلوقتي الدكتور خالد قاسم المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية. مساء الخير وأهلا بحضرتك دكتور خالد. مساء الخير على حضرتك واهلا وسهلا بحضرتك يا فندم. اهلا بيك. كلمنا عن المبادره دي واهدافها ايه يا دكتور؟ زي ما معالي الوزير النهارده اشار في ان المبادره بترتكز على محورين رئيسيين يا فندم. المحور الاولاني تحت عنوان اداره محليه مستجيبه للمواطن، والمحور ده بيستهدف انه يجعل المواطنين طرف فاعل وتفعيل المشاركه المجتمعيه في منظومه محاربه الفساد والاهمال واهدار الموارد وكفاءة أداء السلطات المحلية للخدمات اللي بتقوم بيها. والمحور الثاني يا فندم اللي السياسة تركز عليه أن إدارة محلية تتحرك وتعمل من أجل المواطن. محور ده التركيز على معالجة المشكلات، حل الشكاوى، الرد على الاستفسارات والمقترحات المقدمة من جانب المواطنين، وده يا فندم من خلال منصة متكاملة للتواصل المجتمعي ممثلة في أربع روافد. الرافد الأولاني الواتساب، والرافد الثاني هو صفحة على الفيسبوك بعنوان صوتك مسموع، الرافد الثالث اللي هو البريد الإلكتروني اللي هو info@mld.gov.eg، والرافد الرابع يا فندم هو خط صاغي نعمل على تشغيله، هو رقم 15330 وده بيعمل طوال أيام الأسبوع. وسيادته أكد كمان لتعزيز الشفافية انه هيتم نشر تقارير شهريه دوريه عن الشكاوى اللي وردت لنا، تصنيفاتها انواعها، موقفها ايه اللي تم بشانها على كل مستوى محلي. وسيادته برضو اكد على ان تشكيل فرق العمل على مستوى المحافظات هتكون بمستوى رفيع بيرأسها الساده سكرتيري عموم المحافظات، وده ليه يا فندم؟ لسرعه الاستجابه بدراسه الشكاوى الوارده من المواطنين والرد عليها. تمام، أنا بشكرك شكرا جزيلا دكتور خالد قاسم المتحدث الرسمي باسم وزارة التنمية المحلية. شكرا يا فندم.